السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
صدق الله.